الأشكال ما لمها إلا ربنا. بص الأشكال ما لمها إلا ربنا. أنت يا بت، أنت يا أشكال ما لمها إلا ربنا، نركب الفصل كله. بص أنت قال بص أنت عامل كده ليه؟ عامل كده ليه؟ وأنت إيه ده؟ إيه ده؟ يخرب بيت أهلي في بعض. إيه ده؟ مفيش زي حتى. الأشكال ما لمها إلا ربنا. بص الأشكال ما لمها إلا ربنا. بس عنتر ابن شداد. مين؟ عبلة. يا عبلة؟ لا مش عبلة يا اخي دي. بعتذر عن سوء الفهم اللي وصل لكل هؤلاء الأمور في القرية، وطبعا انا لا اقصد التنمر ولا اقصد الاهانه لاي طفل منهم، كلهم على راسي وكلهم بحبهم جدا، وما اقدرش ان انا اسيل لاي طفل منهم. انت قال بص انت عامل كده ليه؟ ممكن ده حصل مني في بدايه الترم، ده طبعا سوء تصرف مني، وانا عارف ان انا اخطات في ده، لكن انا لم اقصد تماما، لم اقصد قطعا ان انا أوجه التنمر أو أن أنا أسيء لأي طالب منهم، كلهم زي إخواتي الصغيرين، أنا بحبهم جدا وبحترمهم، وبرضو ببالغ الاعتذار لكل البلد.